بكرة الصبح رح جهز الأوراق للتوقيع، على الساعة 10 بكون هون. شكرا لك. تسلم دكتور. أنا بتمنى هالشراكة تضل طول العمر. وأنا توليب، إذا بدك الحقيقة أنا حركي ولي يا حرامية، ما كان ناقص غير تسرقينا، ما بتستحي على حالك. إيه لك هي شو عم تعمل خالدة؟ ورجية ورجية، عم قلك ورجية، افتحي ايدك، يلا خلصيني ورجيهم، يلا يلا. الطوق اللي اشتريتيه حضرتك شفته بغرفتك وعم تسرقه. ما سرقته جوري. مظبوط اللي قالته؟ لما كنتي عم تقيسي كانت عم تراقبك من الباب، ومن وقتها شكيت فيها، كان مبين انها عم تخطط لشي. انا ما خططت لشي ابدا، انا دايما بشوفها حايمه حوالين غرفتك يا خانم. الله اعلم شو بتكون سارقه وما حدا حاسس. انتبهي وانت عم تحكي عن اختي. ارمي حالك خالده خانم. بنتي جوري، يلا احكي شو صار معك وليش اخذتيه، الا ما يكون في سبب لعملتك. يلا احكي فهميهم. يلا شبك، اعترفي بعمايلك، قولي شو صار لك. ما عم تقدر تنكر لانه سرقته، شوفوها كيف واقفه وساكته. هذا مو دليل انه هي حرامية. يلا بنتي جوري احكي، فهمينا كل اللي صار. صالح افندي لا تتعب حالك على الفاضي، شو بدها تحكي اه؟ لك بشو بدها تتحجج؟ بنتك وحدة حرامية. خالدة خانم بكفي. سبقيني على المكتب واستنيني خالدة. بابا عمر انا بعتذر منك على اللي صار. بابا لا تخافوا لا تخافوا، ما في شي، عود هون لشوف. رجع لي ظهرك، بجوز نزل ضغطك. انا رايح اجيب جهاز. ايه بسرعة شوي، لا تتشنج، روق روق شوي، ما في شي بخوف، اهدى. لهلا ساكتة وما عم تحكي؟ لك احكي بقى خلصيني. اللعونة، بس قلنا مندبر حالنا بالتعويض، وهلا فاتت خالدة لعنا وهي عم تضحك لتبشرنا انه مالنا مصاري. بسبب غبائك نحن رح نبقى بالشوارع، شو رح يصير فينا هلا؟ شو عملت فينا؟ خلص اهدي بعد عني. عمر بيك ما عاد يثق فيني، الي سنين وانا ناطره ليكون الي منصب محترم عنده بالمستشفى. وقت زبطت القصة اكيد رح يقول لي اختك حرامية، رح يقبل انه يشغلني بعد هلا. اه احكي لا تجننيني. والله انا ما بيهمني ابدا شو بده يقول عني هداك الدكتور السخيف. انتي ما بتهميني، انا يلي بيهمني شو بده يحكي عني. غبية، انتي بتعرفي مين بيكون هذا الدكتور السخيف؟ ها والله انتي ما بتعرفي هذا الزلمة قديش بيكون مهم. لك قلتلك انه ما بيهمني ابدا. انا بدي ارجع ربيكي، ارجعني عليها يا غبية. خلصنا بابا. شوف بنتك شو عملت فينا، ما عندي ما بدها تحكي. نحن حرامية، نعرف منيح انه هي ما سرقت. ليش ما حكيت؟ ليش ما قالت لهم؟ انا يمكن اخسر شغلي بسببها، وهيك هلا رح نضطر نقعد ببيت اختي ونتبهدل. طلعي لبرا، ضبي الاغراض بسرعة انت واخواتك. يلا بابا. خلاص يلا طبي اغراضك.